мы это пришлем, а не вдвоем. Сейчас, давай. Друзья мои, вот что это такое? Весеннее обострение, вода, я не знаю, слишком плохая погода, новый тренд какой-то. شخص يتنزه مع كلب مربوط بحبل هو أمر أكثر من شائع. شخص يتنزه مع قط مربوط بحبل هو أمر غير شائع ولكنه موجود. أما شخص يتنزه مع مكواة مربوطة بحبل فهو غير شائع وغير موجود أيضا. ولكن كما عودتنا السوشيال ميديا كل شيء ممكن، والمشهد الذي قد يعتبر مستحيلا أصبح متداولاً عالمياً. فتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر أناساً يمشون في الشوارع ويجرون وخلفهم مكواة مربوطة بحبل وكأنها حيوانهم الأليف. هذا الشيء أثار العديد من التساؤلات حول هذه الظاهرة، وظهر ترند واختفى دون أن يفهم أحد ما الذي يحصل. ولكن ما أعاد أحياء هذا الفيديو مؤخرا كان تعليق عالمة نفس روسية عليها، بحيث أوضحت أن هذه الأساليب تستخدم في علم النفس بهدف تدريب الشخص على التعامل مع مجتمعه وأيضا لزيادة ثقته بنفسه، فهي تعلمه عدم الاكتراث لآراء الناس. رغم أنه تفسير منطقي مشاهدينا، إلا أنه لم يقنع الكثير من المعلقين مثل أيهم الذي غرد وقال: يعني ما حابك تتقوي شخصيتك إلا بالمكواي، ما تقرأ من الكتب تاعت كيف تصبح قوي في 5 ساعات وخلص بدل الفضايح. أما عمر علق بجدية وقال: تقوية الشخصية واللا اكتراث بآراء الآخرين ما بيتحقق إلا بقناعة الشخص من داخله أنه سعيد بما يفعل ولا يهتم بأقاويل الآخرين. ليس هذه الأساليب التمويهية تنطبق على الحيوانات الأليفة مثل البشر. هذه الأخيرة كتبت برأي مخالف وقالت: حبيت الفكرة أنه لما تعمل تتغلب على عمل شيء محرج بشكل كبير رح تقدر تعمل أي شيء تاني بأريحية بعدها.